بالنسبه للحبوب واي مشاكل ديال الحبوب حب الشباب او الحبيبات الصغيور اللي كيكونوا اي نوع ديال الحبوب، كندير واحد الوصفه بسيطه. كناخذوا اللوز حار مطحون، معلقه كبيره ديال العسل الحر، معلقه صغيره ديال البروبوليس. اذا نعاود، اللوز الحار مطحون، معلقه كبيره ديال العسل الحر، ومعلقه صغيره ديال البروبوليس. كنخلطوهم وكندهنوا بهم اماكن ديال الحبوب، كنخليوهم مده ديال 45 دقيقه ساعه الا ربع، ثم كنغسلوه.